مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج إيكويتي سبوتلايت. نرحب اليوم بالوزير السابق والاستثنائي القادم من كواليس التجارة والذي شغل مناصب مهمة في مراحل مفصلية من عمر الدولة الأردنية، سامي قمو، والذي عمل وزيرا للمالية في حكومة عبد السلام المجالي وأيضا وزيرا للنقل والمواصلات والبريد مع نفس الرئيس عام 1998، وكذلك وزيرا للتجارة والصناعة مع الرئيس عون الخصاونة. أهلا ومرحبا بكم معاليكم. بداية يعني معاليكم، نتحدث نتيجة الخبرة الواسعة التي تمتلكونها في مجال ريادة الأعمال وأيضا التجارة، سوف نسلط اليوم الضوء على عدد من القضايا الاقتصادية الدولية والمحلية في ظل الظروف القائمة الحالية التي تعيشها دول العالم بسبب جائحة الكورونا. معاليكم، توقعاتكم للاقتصاد الأردني والاقتصاد العالمي في ظل الجائحة التي تعيشها دول العالم، ما توقعاتكم للمستقبل؟ أولا اسمحي لي أني أرحب بك وب يعني المؤسسة اللي تمثلين وهي إيكويتي، أتمنى لكم التوفيق. يسعدنا أن نكون لكم مكتبكم النشيط في عمان ومتابعة كل القضايا المحلية والعالمية والإقليمية، وطبعا هذا عمل جهد كبير. الحقيقة يسعدني أنه لبيت دعوتكم، لعلي أضيف شيء لما يتداول بين المختصين في هذا المجال. ويعني نحن لا نعيش ظرف استثنائي بوجود هذا المرض أو الجائحة اللي يعني تجتاح العالم، لها أثار كثيرة سلبية، لكن لكل سلبي في بعض الإيجابيات. فالأثار السلبية الكثيرة الحقيقة مست كل يعني نواحي الحياة في كل بلد من البلدان بمستويات مختلفة أو نسب مختلفة. بعض الدول الحقيقة تعاني معاناة شرسة من هذا الوباء المنتشر والجائحة التي تسود العالم، وبعضها يعني استطاع أن يسيطر على الأقل ولا يترك المجال للإنفلات والتشاؤم الكبير من المواطنين تجاه الجائحة. يعني نجح الأردن في بداية انطلاقة هذا المرض أو هذه الجائحة، وسيطر بطريقة إيجابية وتجاوب الحقيقة المواطن مع القيادة، وكانت القيادة على مستوى جلالة الملك، وهذا الحقيقة اللي جعل من مواجهة هذا التحدي الكبير أن نسيطر على جوانب كثير. لكن باعتقادي أن الأردن لحد ما كان في قادر على السيطرة وكان مواجهته فيها منظمة، يعني تدعو للحقيقة إلى الشكر للجهات لأنها تم قيادتها برأس الدولة، وهذا الحقيقة وضع متميز لأنه تجاوب وكان موجود في الإشراف على كل جوانب المشكلة والتحديات اللي واجهت المواطن والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة. لم تكن التحديات فقط للأردن بل للعالم أجمع. العالم أجمع طبعا. نعم. لكن التوقعات الآن تشير أن تحقق الأردن عجز، وهذا العجز في ميزانية الدولة تقريبا نحو المليار دينار. فهل تتوقع أن يكون أن تحقق فعلا عجزا نتيجة هذه الجائحة بهذا المقدار؟ الحقيقة العجز ناتج عن عدة أمور. أولا توقف حركة التجارة والتبادل التجاري مع الدول مباشرة من استيراد وتصدير، لأنه الحركة ما تقريبا على الأرض وفي الجو والبحر توقفت لخوف الناس من هذه الجائحة، ولتكون يعني مؤثرة عليهم أيضا كدول. قطعا الأردن يعني مثلا
الطيران كله توقف. كل النقل البري والبحري أيضا توقف خوفا من يعني نتائج سلبية التي تأتي مع تواجد الناس في هذه المواقع أو نقل للجائحة نفسها إلى من منطقة إلى منطقة. بس بأن الحجز في الميزان التجاري واضح لأنه لنا صادرات كثيرة إلى دول مختلفة في الشرق والغرب، وأيضا لنا سيرات من كافة الأسواق. فهذا العجز طبعا راح يكون له أثار سلبية على الميزان التجاري، على الإنفاق المحلي، لأنه في عندك إنفاق مستمر وبتزايد بدون إنتاجية أو بدون إيراد يقابل هذا، فبصير في عبء كبير على الدول، والأردن ليس مستثنى مما جرى في العالم. يعني نظرتك يعني سلبية اتجاه مستقبل الاقتصاد العالمي بشكل عام. الحقيقة هو سلبية إلى فترة، إلى حد أو إلى الوصول إلى السيطرة على الوضع، طبيعي راح يكون في آثار سلبية كبيرة، لكن هل وضعنا الحقيقة أسوأ من غيرنا؟ أنا باعتقادي يمكن وضعنا ليس بأسوأ من دول كبرى ودول غنية إن كانت بالشرق أو بالغرب. فأملنا أنه السيطرة تكون كاملة ويخف أثرها حتى ما يكون في سلبيات. طيب معاليكم أود أن أسألك، هل ممكن أن يمر العالم أو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات بأزمة مالية جديدة تتفوق على أزمة الكساد العظيمة التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد جائحة الكورونا؟ هل السيناريو سيتكرر؟ الحقيقة يعني الأثر السلبي حاصل، لكن هل النسبة بنفس النسبة اللي تمت ب 2010 أو 8 وآثارها على كل الدول أكثر أو أقل؟ طبعا تأثير في يعني سيكون أكثر أو أقل بحجم الكارثة بوجود هذا المرض أو بعدم القدرة على السيطرة عليه ومعالجته والإيقاف ومعالجة الناس اللي بمروا فيه. أنا الحقيقة مش من المتشائمين في أي وضع، يعني تفاءلوا بالخير تجدوه، يعني لن يكون الأسوأ قد بات خلفنا. لا تتوقع أن نكون يعني أو أن الولايات المتحدة أن تمر بالأزمة الكساد العظيم أو تتفوق على أزمة الكساد العظيم التي حصلت في السابق؟ الحقيقة يعني للحالتين في اختلاف. الكساد العظيم كان اقتصادي مالي وأثره على الناس واضح، لكن هذا الوضع الآن الحقيقة في جانب آخر هو أثره المباشر على الإنسان. يعني لما بشوف قائمة الإحصاءات بالناس اللي رحلوا أو توفوا أصيبوا بالمرض، هذا اللي بقلقني، وبشوف في تباطؤ كثير في إيجاد الدواء أو العلاج المناسب. تأخرت دول عظيمة زي أمريكا وزي الصين وأوروبا كلها لم تصل إلى علاج قادر لإيقاف هذه الجائحة وأثرها السلبي الكبير على المواطنين. فالفرق بين ما حدث في الماضي كان جانب مالي اقتصادي، هنا جانب مالي اقتصادي إنساني وصحي، فهي تحولت الأزمة معاليكم الصحية إلى أزمة مالية واقتصادية. أزمة مالية، لكن أنا الحقيقة الأزمة المالية بالماضي ما أدت إلى هي صعوبة الآن، إنه الخطر على الإنسان، خطر على المواطن، خطر على حياة الإنسان العادية، على التربية والتعليم، المدارس والمؤسسات الأكاديمية التعليمية في كل الجوانب، هي خطرة من هذا الجانب أكثر مما كانت في المرة الأولى اللي هو جانب بس اقتصادي مالي. طب معاليكم أو برأيكم هل نجحت اقتصاديات دول العالم في التعامل مع جائحة الكورونا اقتصاديا؟ الحقيقة الاقتصاد تأثر كما تأثر الإنسان، طبعا ما نجحت لأنه
إيقاف الحركة مهما هو الاقتصاد، إذا الاقتصاد في حالة جمود، إذا ما في حركة تجارية في تبادل السلع ونقلها من مكان إلى مكان، الوضع يكون قاسي ومتعب ومؤذي جدا. لكن البنوك المركزية قامت بالعديد من الإجراءات، سواء من خلال ضخ الأموال، من خلال ضخ السيولة، نسب الفائدة المتدنية، يعني هناك أمور كثيرة. هل ساعدت بالفعل؟ الحقيقة الإجراءات اللي تمت حتى أنا بقول على المستوى الأردني كان مناسبة، لأنه يهمك تكون إنه الإنسان المر في هذا التحدي الكبير ما يلاقي تحدي كبير في الاقتصاد والتجارة وحياته الخاصة. طبعا التيسير على البنوك، البنك المركزي اللي لعب دور جيد وإيجابي في مساعدة البنوك حتى تعطي يعني تسهيلات للمواطنين، هذه تسهيلات ضرورية، لأنه في غياب الإيرادات من التصدير ومن البيع المحلي والآخرين، وعدم وجود مال بين أيدي الناس تخلق مشكلة تضاعف صحيح. الأزمة صحيح. وتضاعف محدتها. فالحقيقة هذا الجانب نجحنا فيه، صح خسرنا، ميزان التجاري تأثر، تجارتنا أو تصديرنا للخارج كثير ربما توقف كليا، مع أنه في مجال الحركة لكن تأثر بشكل كبير، وهذا طبعا مردوده بالنهاية على المواطنين وعلى المؤسسات العامة. لكن لم نصل حد اللي نقول كأن الكارثة يعني تغلبت علينا ونحن نستسلم، لم نستسلم كأردن، والحقيقة الدول كلها في الشرق والغرب خاصة الفدرالي الأمريكي قام بالكثير من الإجراءات التحفيزية من قبل الحكومات، أيضا بضخ سيولة كبيرة في الأسواق لدعم الأسواق بالفعل ودعم الميزانية. هذا تم الحقيقة، كل الدول الحقيقة ما قصرت في معالجة الجانب المالي النقدي الاقتصادي. احنا الحقيقة اللي بهمنا الإنسان، ما يكون نسبة الذين فقدوا حياة وغادروا الدنيا نتيجة المرض. تطلع على الإحصاءات، ما كلنا نتابع الإحصاءات، ماذا يجري في كل بلد من البلدان، ماذا في أمريكا وماذا في الصين. ربما في الصين كانوا أكثر انضباطية، خسائرهم ما كانت بنفس الحدة اللي في أمريكا مثلا، لكن دول زي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا خسائر فادحة، والأمريكان نفس الشيء. لكن أنا يعني اهتمامي ماذا يجري على الساحة الأردنية. الحقيقة أني متفائل أنه سينتهي. طيب قبل أن أنتقل إلى يعني الحديث عن الأردن والميزان التجاري، أود أن أتحدث قليلا عالميا. نحن الآن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل برأيكم سينتعش الاقتصاد العالمي في حال وصول المرشح الديمقراطي جو بايدن لرئاسة البيت الأبيض؟ الحقيقة يعني توقعاتي عن بعد، يعني متابعتها إعلامية أكثر من هي تداخل، أتصور وجود بايدن يمكن يعني يعطي النظام أو الاقتصاد أو السياسة أكثر يعني اعتدالا وأكثر هدوءا بدون هذه الحماس غير المعهود. لتجربته الطويلة، كان نائب رئيس لأوباما لمدة 8 سنوات، الحقيقة يعني الخبرة الموجودة لديه في معالجة التحديات الاقتصادية والحياتية الصحية والمالية يمكن أكثر من الرئيس الحالي، لأن الرئيس الحالي تجربته الحقيقة في ميدان آخر. طبعا عنده مجموعة كبيرة من المستشارين والخبراء والآخرين، لكن بالنهاية القائد هو المسؤول، هو صاحب الاختيار الطريق الأسلم. أنا باعتقادي يمكن أمريكا بحاجة
تهدئة سياستها وعلاقاتها الخارجية. مش من مصلحة أمريكا تكون علاقتها مع الصين علاقة عدائية أو علاقة عدم انسجام أو عدم تنسيق، يعني مش مفروض يدخلوا في حالة نوع من، ليس كلمة حرب كبيرة، يعني هالعلاقات السلبية اللي بتأثر عليهم وعلى اقتصادية العالم الآخر. اعتقادي يعني رئيس ترامب نظرته يعني بعتقد تختلف كليا عن من سبقوه من الرؤساء لخلفيته الاقتصادية والمالية والاهتمامات. كاقتصاديا مع من معاليكم، جو بايدن أم ترامب سينعش الاقتصاد العالمي؟ الحقيقة يعني متمناش إنه على نفسي إني أختار بين الاثنين، لأني يعني بايدن أنا بصور اقتصادياً. لا نعم. اقتصادياً بعتقد بايدن من تجربته الطويلة كفي البيت الأبيض وخبرته يمكن يلقي نوع من الهدوء على معالجة الأمور، ليس بهالطريقة الضغوط أو الطريقة اللي فيها خروج عن النمط التقليدي أو النمط السائد في الدولة. ما بدك تخلقي حالة من الصدام. اثنين ببحثوا عن مصلحة أمريكا. من هو القادر؟ القادر هو الأكثر حكمة وأكثر خبرة وأهدى مزاجا. من هو؟ يمكن سهل عليك تقدري، يمكن بايدن أقرب لهذه الصفات. فهذا الحقيقة بالنهاية قرار الشعب الأمريكي. نتمنى لهم أنه يختاروا الأفضل لمصلحتهم، نتمنى لهم أنه يحتفظوا يكونوا بعلاقاتهم الدولية علاقات يعني تتجه إلى التعاون والتبادل السل الاقتصادي والاستثماري والسلعي مع الدول. يعني لا يسعدنا أن يكون هنالك خصام أن نتأثر اقتصاديا بهذا الموضوع بين أمريكا والصين. صحيح. لأنه يعني الدول الصغيرة ستكون هي تتحمل جزء من السلبيات اللي بتتم، لكن المواطنين مواطن الأمريكي والصيني هم اللي راح يتأثروا بالدرجة الأولى. طيب بالنسبة بما أنك ذكرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وترامب يهدد بهذه الحرب يعني بالحرب ضد الصين، وفي حال حصولها أن يكون رئيساً فسيكون هناك تصاعد لهذه التوترات مع الصين، المصالح التجارية الأردنية هل ستتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة هذه الحرب التجارية أو تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين برأيكم؟ الحقيقة الأردن ما راح يتأثر مباشرة بهذه، لأنه له بدائل كثيرة. نعم. يعني مصادر تجارته الخارجية وعلاقاته، أنا بحكي بالاقتصاد وليس بالجانب السياسي الآن، إنه بيقدر يعوضها من الدول الأخرى، لأنه العالم يعني تربط الأردن علاقات إيجابية مع كل القارات، القارة الأوروبية والأمريكية والصين وآسيا كلها. فالحقيقة لا أخشى من الآثار السلبية بينهم، ولو بشكل غير مباشر. غير مباشر سيكون في هناك آثار، لأنه بتأثر حركة التجارة. بس أنا ما لا أتوقع أنه الدولتين الأمين بقيادتهم، بالرغم شو رأي كل واحد فينا كيف ينظر إليهم، أن يكونوا بعدم الحكمة والعقلانية يدخلوا في حرب ليس لها يعني نتائج إلا سلبية على مواطنين وعلى مواطنين باقي العالم. أنا ما أتوقع شيء السبر، لأنه بالنهاية الصين عندها عقول وسياسة من القادرين على معالجة الأمور، وأملنا أنه الشعب الأمريكي يختار القائد الأفضل للمرور من هذه الأزمة
وعدم تصاعد التوترات التجارية لأنه ليس لمصلحتين. أي الحرب بين الدولتين الأمين؟ هدول هم الذين يقودون العالم. لماذا يلجأوا إلى هذا؟ إذا كان هدول يفقدوا الاتزان والعقلانية والخبرة، شو نقول بالدول الصغيرة؟ عملنا أنه ما يصلوا للمرقبة، لكن إذا استمروا فيها سيكون له أثار سلبية أولاً عليهم وعلى شعوبهم وعلى دول العالم أكيد. معاليكم، أود أن أسألك، ما هو الاستثمار الأكثر جدوى أو الأكثر أماناً في هذه الفترة؟ أنا والله يعني من تجربتي الطويلة في كل المجالات الاقتصادية، يعني كان في مجال الصناعة والتجارة والزراعة، احنا مؤسسة مالية لكن عمالنا ندخل على خطوط الاختصاصات الأخرى. أجد بالزراعة فرصة أمينة. هل تعلمين أن شركاتنا يعني زرعت قمح في مناطق تملك لدينا يعني مناطق تملك فيها قطع من الأراضي الصالحة للزراعة وفيها استثمار صناعي، لكن بجانبه دخلنا الزراعة وكان إنتاج يعني مبشر ومشجع، فمما دعانا للاستثمار أكثر. الزراعة في مجال إذا خاصة الزراعة المبنية على الأسس العلمية وليس على الشرط يعني الادعاء بالمعرفة، نجيب الناس المختصين. فالاستثمار في المجال الزراعي جيد، استثمار في المجال الصناعي موجود وجيد. وفي الأردن على فكرة في كثير أشياء حقيقة لم نتعامل معها بجدية كافية. ممكن تعملي صناعات مختلفة في مجال الصناعة، فيه يعني احنا في مجال الصناعة عندنا مواد خام كثيرة نصدرها، مادة خام مثلا الفوسفات البوتاس كلها تصدر مادة خام. في الاقتصاد وبكتب الاقتصاد والخبراء السياسيين، الدول التي تصدر مادة الخام لبرا هي الدول غير الحصيفة أو الناجحة، لأنه اللي يفترض فيك أن تصدر سلعا كاملة يعني إنتاج. لماذا نصدر الفوسفات؟ نصدره لغرض أن يكون سماد. الهند بتأخذ الفوسفات من عندنا، تستخرج منه مادة خطيرة جدا، تستخرج منه اليورانيوم. تصوري بيستخرجوا اليورانيوم وما تبقى بيستعملوا سماد للزراعة. واليورانيوم كان مادة استراتيجية خطيرة ومهمة وثمنها مرتفع، فليش احنا بدل ما نصدر المادة الخام نحاول ندخل في شراكات مع الصين انه يعملوا مصانعهم باشتراك معنا ومعهم تعاون، نعمل استخلص اليورانيوم هون مثلا. كمان في احنا عندنا مادة مهمة كمان زي السيليكا، الرمل الزجاجي النقي اللي بيصل النقاوة. في عندنا في مواقع حوالي 98-99% بيورتي الرمل الزجاجي بيدخل فيه كثير من الصناعات. ففي مواقع كثيرة في الأردن، في أشياء في الأردن ممكن نستغلها ونركز عليها بطريقة أعمق وأكثر ونكثف الجهود فيها. طيب ماذا عن الاستثمار في أسواق الأسهم؟ كيف برضو الحقيقة مش مقصرين فيها، يعني عنا نستثمر في الأسهم، يعني الأردنيين مش شاطرين بالمستثمر، كلها تستثمر بالأسهم المحلية وفي الخارج. هذه الشركة جزء من مكاسبها أو كبرت توسعت استثمارها في مجالات خارجية حتى في أمريكا، وجبنا هناك دخل فيها. ومما بدأنا بمليونين دينار رأسمال، الآن احنا يعني المال المتوفر رأسمال الرسمي حوالي 20 مليون، والموجودات تبعنا ضعفي هذا الرقم. من وين؟
كله من الاستثمارات الجيدة. يعني معانيكم أنت تشجع الشباب بالاستثمار في جميع المجالات وفي جميع في مجال الزراعة والصناعة وأيضا في أسواق الأسهم سواء المحلية أو العالمية، تشجع الاستثمار طبعاً للحصول على مردود إضافي. طبعاً. معاليكم، طيب بالنسبة لمستقبل النفط يعني وخاصة بعض التقلبات الكبيرة التي رأيناها على أسعار النفط، وصلت أسعار النفط بالسالب بسبب زيادة التخزين، زيادة المعروض وضعف في أيضا في الطلب، من بعدها حصل استقرار لأسعار النفط، نظرتكم لمستقبل النفط وتوقعاتكم يعني كيف ترى أسعار يعني النفط، أين تتجه؟ الظروف اللي سادت خلال المدة الماضية خلال حتى السنة الماضية جعلت من وجود الدول التي لديها نفط تواجه أزمة، لأنه قدرتها على تصدير حدت بهبوط أو على الأقل التبادل التجاري أو حركة التجارة بين الدول توقفت، شبه توقفت لأسباب واضحة اللي هي المرض. فلهذا تواجهت مشكلة بالتخزين اللي عندها مثل الآبار، مثل زي السعودية أو الخليج كله صار عنده مشكلة في تخزين المنتج تبعه، لأنه مش قادر يصدره للأسواق اللي هي أسواق التقليدية، فصار عنده فائض كبير فاضطر يبيع بأسعار منخفضة جدا حتى ما هو الوقت، يعني لا يستطيع توقيف إنتاج البترول، إله يعني حسابات تختلف. الناس يقول لك بلاش تشغل الأبيض، ما بتقدرش تشغل، بده إذا يتوقف سيكون له آثار سلبية كبيرة. ففرصة الآن، لذلك بعض الشركات خزنت كمية كويسة من البترول اللي استطاعت تستوردها، بس ما كانش في هلا مصفات البترول عندنا، أوضاعها الحمد لله جيدة وأسعار أسهمها مناسبة جدا وإحنا مستثمرين فيها وأجانا استثمار كويس. فعملية البترول كل المنتجات العالمية مش عم تنساب بين الدول باليسر السابق للسبب اللي نحكي فيه ده عن المرض وانتشاره على الجائحة انتشاره. طبعا هذه فترة في عام 2010 لما الملداون والهبوط يعني تتوقع عودة النفط للارتفاع معاليكم؟ نعم بده يرجع، سيعود، لأنه الحاجة إلى النفط حاجة دائمة مش موسمية. مين بقدر يعيش بدون نفط أو بترول؟ فسيعود، لكن هلا فرصة للي بيقدر يخزن أو يشتري أو يستثمر في هذا. من لدي يا ريت المصفان تكون، ما أعرفش أنا الحقيقة ما تبعتهم، يا ريتهم استثمروا في تخزين البترول بكميات كبيرة. طيب هناك إقبال على المعادن الثمينة في هذه الفترة بسبب الجائحة، يعتبر الذهب كملاذ آمن، يعني ما رأيكم لأسعار الذهب وهل فعلا هي الملاذ الآمن وهل سنرى فعلا إقبال على الذهب مرة أخرى، وخصوصا يعني مع اقتراب الانتخابات الأمريكية تتجه دائما يتجهون المستثمرين والمتداولين إلى الذهب كملاذ آمن في وقت يعني الأزمات؟ يعني ذكرت الذهب بالحق، يعني ما هي قصة أمزجة، في ناس تشعر براحة إنه والله الذهب يعني بيحافظ على سعره وسهل تخزينه والاحتفاظ فيه ويعني بيعه عندما يحتاج سهل، لكن أيضا باقي المواد كان أي مواد ثمينة يعني في أوروبا كثير أشياء غير الذهب. نعم في الفضة ومعادن أخرى نعم، لكن هل تتوقع عودة الذهب للارتفاعات؟ سيرتفع يعني لكن ليس الآن. الآن الأسعار في كل القطاعات الحقيقة هبطت، ربما يمكن الآن أصنع بمجال الأدوية لأنه
ما فيش الكميات المتوفرة لمعالجة الكورونا. لذلك بجوز الأسعار تتفع وتتغير. لكن كل شيء في لما يصير في هبوط أو عدم حركة انسياب، شو المشكلة هي لما يكون عندي أنا ما فيش مجال إني أنتقل من بلد إلى بلد، إن كان جو أو بحر أو بر. منتجاتي أو الخامات المتوفرة أو الصناعات المتوفرة اللي لدي سيكون سعرها أقل طبعا. لذلك بالفرصة فالآن لشراء الذهب يعتبر فرصة لشراء الذهب، بما أنه الملاذ الآمن في وقت الأزمات في اقتراب الانتخابات الأمريكية. الاستثمار الآن للي بيحمل هو الوقت المناسب أنه يستثمر في كل هذه القطاعات. وكل طبعا هذه أمزجة وغابات. أنه لا نقدرش ننصحه يروح على أسهم الذهب، سعره بده يطلع. الاستثمار في الصناعة المردود مرتين، السعر بيطلع برجع. وفي أيضا في مجال كمان أنه يشكل يعني ارتفاعه، خاصة لما تعود الأمور طبيعتها إلى ارتفاع أكثر من الذهب وغيره، ويحقق مردود أعلى. طيب بالانتقال إلى الشأن المحلي، معاليكم ما هي التطورات التي طرأت خلال عام 2020 على الميزان التجاري الأردني برأيكم؟ هل تعتبر إيجابية أم سلبية؟ أنا باعتقاد الظرف يعني واضح للجميع أنه الظرف اللي ساد قلل من حركة التجارة، أو على الأقل حركة التصدير. حتى التصدير والاستيراد، فحركة التصدير بتنعكس على الميزان التجاري. وطبعاً إحنا يعني ميزاننا مختل أصلاً، هو ليس بصالح التصدير، بل بصالح التصدير الدرجة الأولى. لذلك تأثير كان كبير على الميزان التجاري وخلل موجود. إحنا مش قادرين نبعث كل منتجاتنا لبرا، وبنفس الوقت مش قادرين نسوقها في محل تاني. بالنسبة للربع الرابع، ما توقعاتكم من الأردن خلال الربع الرابع من هذا العام بالنسبة للتجارة الدولية؟ أنا بعتقد يعني الأمور ما راح تروح من سيء إلى أسوأ. هذه الفترة يعني راح نمر فيها فترة قاسية، لكن لكل سلبية لها علاج. هو الحكمة والحصافة أنه ندرس كل حالة على حدة، وين بقدر أركز على حتى أحافظ على يعني استيرادي من مناطق اللي بقدر أصل إليها وبالأسعار المخفضة. إذا توفر التنقل شايفة، لكن الأمور طبعا راح تكون لها سلبيات كثيرة، لأنه لا حركة تجارة سهلة ولا حركة الناس سهلة. فيش طيران هلا جديد. شوفي بلدان تانية، ما يمكن احنا قسونا على انفسنا اكثر من غيرنا. يعني ربما الحرص الزائد بيؤدينا الى نتائج سلبية اكثر من الواحد يغامر قليلا ويشجع في التصدير. وفي انا بصور صور الناس اللي عايشين على السياحة فنادق. طيب معاليكم يعني القطاع العام والخاص أثمر في تطوير القطاع التجاري خلال تطورات التجارة خلال السنوات العشر الماضية؟ إحنا الحقيقة يعني ما مستغلين يعني كل إمكانيات التجارة. ذكري إنه التجارة إحنا في الماضي تجارة تبدأ والتصدير والاستيراد من الدول الأقرب إلي. طلع على الدول اللي حولك، هل الوضع سهل للحفاظ على التبادل التجاري بيننا وبين الدول المجاورة حولنا؟ ثم تنظر إلى الدول الأبعد. التأثير السلبي كبير لصعوبة الاتصال، لصعوبة الانتقال أو الشحن.
ما عليكم، سوف أستغل خبرتكم في قطاع التأمين. هل سنرى ثورة جديدة في صناعة التأمين؟ وكيف ترى وضع شركات التأمين وتعاملها مع الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو صحية؟ حقيقة قطاع التأمين في الأردن بحاجة لإعادة نظر فيه شديدة. أثناء وجودي في وزارة الصناعة والتجارة اقترحت الحقيقة وصيت بتعديل القانون بإلحاق القطاع، الرقابة على القطاع إلى البنك المركزي، طبعا مما أثار رد فعل سلبي من البنك المركزي لأنه مش حاجة يضمي له بالإضافة للبنوك القطاع التأمين. نظريتي كانت لأنه أنا بأمن البنوك، إذا وضعي مش سليم فالبنوك في خطر. يعني في عنا حالات كثيرة لما بنوك مرت في ظروف صعبة، ناش نذكر في بنك البتراء وبنك فيلادلفيا وكذا، لو كان في تأمين قوي أو ملاسب أو مناسب لما كان في خسارة. بنك البتراء خسرنا 150 مليون دينار. لو كان عندنا تأمين كويس لهذا البنك ما بخسرهم، لأنه بتسددهم من الشركات التأمين أو من معيدي التأمين. فالحقيقة انتقال القطاع كله إلى إشراف البنك المركزي، وهذه نظريتي، أفضل للقطاع. العدد اللي موجود كبير من الشركات حقيقة، ورؤوس أموالها قليلة. فربما البنك المركزي كما كان يحدد بكل جدية للبنوك أنه ممنوع تبارش العمل كبنك برأس مال أقل من 50 مليون مثلاً، لا أذكر الحد الأدنى الآن، بس كان يحط حد أدنى. نفس الشيء شركات التأمين المفروض يكون حد أدنى لرأس مالها، لو رفع مثلاً الحد الأدنى إلى 20 مليون تختفي 12 شركة أو تندمج، والهدف أنه تندمج. الكثرة الحقيقة مش يعني خدمة جيدة، بقدر أن تكون الشركات اللي موجودة على ملاءة مالية مرتفعة. وبدل وهذا القرار بسيط، البنك ما كان متعود عليه زي ما حط شروط لترخيص البنك بأنه لازم يكون رأس ماله محدد بكذا، نفس الشيء يحدده لقطاع التأمين. أنه والله حد الأدنى لقطاع التأمين للشركة 25 مليون. تعرف كم شركة بطلع من هذا؟ بطلع من 20 شركة ربما 12 شركة. من تشبع من ليس بحاجة أكثر من 10 شركات برؤوس أموال جيدة، وتندمج الشركات مع بعض بتوفر وبتكون عندها يعني مشكلتهم ليس بالمال، مشكلتهم بالإدارة، بالخدمات، بالخبرة الفنية المتوفرة للشركات. أنا منوفر مش كلها، كل الشركات تقريبا شبه بروكرز، يعني باخذوا التأمين بحطوه برا. مفروض احنا نحتفظ فيه، احنا ما عندنا شركة إعادة واحدة، يعني كل المال منوديه لمين؟ لشركات الضخمة في أوروبا. فأنت مع اندماج شركات التأمين لتقوية هذا القطاع ورفع رأس مالها. مفروض يكون رأس مالها لا يقل عن مبلغ محدد حتى تقوم بواجباتها. وطبعا يصير الدمج بيقلل العدد، بيحسن نوعية الإدارة والفنيات فيها، والتركيز أيضا أنه نحتفظ بالتأمين للداخل، مش نبيعه لمعيد التأمين هو اللي بأخذ الأقساط. معيدين التأمين مبسوطين منه يعني في العالم العربي كله، لأنه بنعيده كله للشركات الكبيرة. بسامي قمة وزير التجارة والصناعة السابق، أشكرك جزيل الشكر وشكرا على إثرائك بهذه المعلومات القيمة. والشكر لك يعني موصول للإخوان اللي غلبوا، واحترامي لشركتكم، إن شاء الله كمان تكونوا أنتوا موفقين، وأملنا أن نتعاون أيضا في مجالات كثير نتعاون فيها مع شركات مالية، وإحنا عندنا شركات مالية. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية برنامج إيكويتي سبوتلايت. تقبلوا تحياتي مع تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.